ما خدش حقه. أستطيع وأنا أقر وأعترف أن أؤكد أن هذا الرجل، تلك القامة الثقافية والأدبية العظيمة، لم تحصل على حقها، ما خدش حقه حتى الآن. وأخشى وأنا معذب القلب أن أنا أقول أنه مش هياخد حقه أصلا. دكتور سمير سرحان ليه ما خدش حقه؟ ما خدش حقه لأنه ما حدش أدرك أو عايز يعترف أنه أدرك هذا الدور العظيم اللي عمله دكتور سمير سرحان. دكتور سمير سرحان اللي اتولد سنة 1941 في باب الخلق، واللي اتخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية سنة 61، واللي حصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 68، واللي بقى من معيد إلى أستاذ إلى رئيس قسم إلى عميد للمعهد العالي للفنون المسرحية إلى مناصب بقى من نوع رئيس تحرير مجلة المسرح، ثم وكيل للثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، ثم اللحظة الكبرى بقى رئيس الهيئة العامة للكتاب في مصر من سنة 1985. هذا الرجل لعب دورا عظيما هائلا في الثقافة المصرية. وانت عشان تبقى مثقف مش معناها انك انت تبقى استاذ اكاديمي او كاتب او مبدع او مؤلف مسرحيات ولا مترجم. وبالمناسبة هذا كله كان سمير سرحان، وله مسرحية من اجمل ما كتب وعرض في تاريخ المسرح المصري، مسرحية ست الملك اللي هي اخت الحاكم بأمر الله. لكن الدور اللي لعبه سمير سرحان المثقف العضوي، بمعنى ايه المثقف العضوي؟ اللي هو عضو في المجتمع، فاعل ومؤثر ومحرك ومغير تماما. عمل ايه؟ في فترة التمانينات دي احنا قصاد مد ارهابي وجماعات مسلحة تطيح في مصر ارهابا وتنظيمات تهدد وتقتل. عمل ايه؟ حول الهيئة العامة للكتاب الى شعاع ثقافي رهيب وهائل، وعمل كتب للمواجهة. كتب المواجهة دي كانت كتب في مواجهة التيار المتطرف، سلسلة هائلة كانت بتتباع ببضعة قروش. هو اللي عمل مع سيدة سوزان مبارك، كانت صاحبة الفكرة، لكن هو اللي أسس وبنى وعمل القراءة للجميع، وصاحب هذا المشروع الأعظم في تاريخ الثقافة المصرية اللي أصدر آلاف العناوين، اللي صنعت مكتبات في بيوت المصريين تعلم وتربي وتثقف وتفهم. طب أكثر من كده بقى، هو الذي جعل من معرض القاهرة للكتاب منارة ثقافية حتى الآن. من مجرد رفوف تعرض كتبا ودور نشر تقدم آخر عناوينها كل سنة، إلى مهرجان ثقافي هائل، ندوات جبارة، مناظرات قوية، كانت منطقة حرية وإشعاع ثقافي تنويري فكري في معرض الكتاب على مدى أسبوعين وثلاث أسابيع. كانت مصر كلها آلاف مؤلفة من شباب مصر كانوا موجودين في الندوات والمؤتمرات دي. أول واحد أعاد محمد حسنين هيكل مرة أخرى إلى الحياة العامة في مصر أمام جماهير عشرات الآلاف. يعني كنا بنقعد على السلالم، مش على الكراسي، على السلالم وعلى المدرجات وبرا القاعات عشان نسمع عبد الرحمن الأبنودي، محمود درويش، أحمد فؤاد نجم. كل الأسماء دي إحنا أجيالنا في الثمانينات والتسعينيات اتربط ونمت أفكارها على حس الدور الثقافي الهائل اللي عمله سمير سرحان. سمير سرحان اللي المفروض يكرم على إنه واحد من أعظم صانعي الحالة الثقافية في مصر، واحد عامل الثقافة كصناعة، كدور، كحياة، مش مجرد أفكار نظرية ولا مجرد كتب، لا، منهج حياة. حول هذا الدور الهائل للكاتب المتنور وللمثقف المستنير إلى دور فاعل يومي، إلى أنه مش بس الكتب اللي بتنزل، لا، وكتب كمان في أكثر الأسعار انخفاضا، متاحة في كل قرية من قرى مصر تقريبا، لكل أسرة من أسر مصر. كان بيعمل مجموعة كتب، خمس كتب بجنيه وقتها، خمس كتب بجنيه. لمين الكتب دي؟ لطه حسين وأحمد أمين وزكي نجيب محمود، شيء رائع. غير معرض الكتاب، كل معرض كتاب يأتي في مصر، كل دورة معرض كتاب تظهر في مصر الآن هي تشير، تعلن بقوة أنها إنجاز سمير سرحان.